بأنها تعاني وتشتكي من كثرة الشكوك أثناء تسبيحها وقراءة القرآن، وتضطرب نفسها وتكثر عليها الهواجس والخواطر في بعض المسائل الغيبية، فتخشى أن ينزل بها الموت وهي في هذه الحالة من الشكوك، وتخشى أن يعني تبتلى بسوء الخاتمة، وترجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيهها إلى كيفية الابتعاد عن هذه الشكوك. هناك فرق بين الشكوك والوساوس. قد يكون الإنسان ليس عنده شكوك ومتيقن بدينه وإيمانه، ولكن تأتيه وساوس من الشيطان وحديث النفس، وهذا لا يضره، هذا لا يضره، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا قد يكون هذه الوساوس دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أنه يأتيه حالات يحب أن يخر من السماء ولا يفكر فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يكره هذه الوساوس ويخاف منها هذا دليل على إيمانه وبغضه لها، ألا تضره والحمد لله. أما الشكوك والعياذ بالله إذا كان في قلبه شك وهو متردد، فهذا كفر، الذي يشك في قلبه بالإيمان هذا كفر صريح والعياذ بالله. فهناك فرق بين الشك والوسواس. نعم، بارك الله فيكم.